اوكي يا شباب دخلنا وابلع جي جي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, حياكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا حيكون على لعبه سونات. اليوم عندنا جليتش جديد لاخير تحديث اللي هو 3.2.7. اليوم راح اسوي جليتش نخلي السلاح حقنا يصير سرعته فائقه جدا وقوم يقتل لك اي وحش مثل ما شفته في البدايه اتوقع. فخلونا نبدا بالشرح. اول شيء يا شباب تحتاجوه هو الهاج مع القدره الاولى اللي هي قدره الغضب. ثاني حاجة تحتاجوها هذا السلاح مياه جوفية, لازم مياه جوفية لأنه غير سلاح ما راح يضبط. أكو بعد كم سلاح يضبط عليهن, بقلة سلاح ما راح يضبط. ثاني شيء تحتاجون تطويرها حقة اللي يطلق لك من كيفه أو ذيك التطويرة اللي كانها أرنب, راح نطلعها من بوق كذا. شوفوا إذا تريدون تطلعوها أنا هاي طريقتي أطلعها. اوكي يا شباب طلعت لنا, تاخذوها على السلاح بعدين تروحون يم أي سلاح, أي سلاح حرفيا. شو تسوي؟ فد لحظة بس نقرب هذا السلاح. ألو أي قربنا الحين. شو يسوي؟ تفعل قوتها هاي تشوفها, تفعلها وتاخذ هذا السلاح اللي بالقاع بسرعه. شوف تفعل تاخذ, بعدين ترجع تاخذ سلاحك شوفوا صار اسرع. تاخذ تطويره من جديد وتسوي من جديد جلتش, فعل تاخذ بعدين من جديد شوف هسه صار اسرع. شوف زاد سرعته الحين, سوي طياره سويك بعد ما صار بسرعه. دوس بسرعه. اوكي صار هالمره ما تشوفوا صار اسرع كمان, والحين سوي زياده اكثر. ايوه شوفوا الله 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 الله, شوفوا السرعة. قبل خلينا نجربها. اوكي يا شباب 1 2 3 ولا شوفوا الدمج 700 خلال ثانية واحدة. تخيل يعني هيلث البوس اذا كان 1000 خلال ثانيتين تجلد البوس. خلينا ندخل القتال ونرجع لكم. اوكي يا شباب سوينا الجلتش وقدامنا البوس وخلينا ندخل عليه. يا الله شوف الدخلة عليه, بس شوف احسبوا ثانية ثانيتين جي جي. شوفوا ما حرفيا من قوة الجلد الجلد الجلد. طبعا جربت كثير خلف الكواليس بس اتاكد كيف يعني يصير, ومره سهل يعني جدا سهل. اللي بعده. اوكي يا شباب دخلنا نشوفه خلال 4 ثواني وانجلد. طبعا هاي اللقطات كلها خلف الكواليس, دا اسوي يعني ادمج واسوي, ماكو داعي تشوفون اللقطات الزايده. فطلعتكم بس اللقطات اللي بيها الجلد يعني تشوفون فعاليه السلاح قد خرافيه. اوكي يا شباب وهنا دخلتهم على بوس هذا شو اسمه هذا, المهم جلدته ثاني تشوف بس وقفت لانه تجي دروبات الجوال مو جوال كويس. وهنا دخلت على التنانين ومع الاسف كل شيء ما بيه من القتال. بس شوفوا الاول انجلد تقريبا او انجلد, الثاني شوي تاخرت انا انجلدته بسبب انه طلق كلش كثير مثل ما تشوفون يعني بالهذا. شوفوا ذاك البوس وقفت شوي وقفت بعدين طلعت سلاح وجلدته جلد ابن الذين. اوكي يا شباب السلاح الثاني اللي يضبط عليه الجلتش وهذا السلاح السيف المكسر هذا, وشنو كمان نفس قبل شويه همات تاخذ هذا التطويره وتفعل وتاخذ ما عندنا فلوس. اوكي نعبر مره فهد مره بس بالاصل هذا السيف يا جماعه يصرف صفر, وشوفوا ضرباته ذني اسطوريات مره, هذني اذا صنع راح يضرب بطريقه هبله جدا ومره قويه. شوفوا يا شباب شوفوا السيوف الحين لو نسويه اسرع بس ذول الوحوش ما خلينا في حالنا. شوف السرعه, شوف اللي راح طب انفرم. شوف يا اللي طب من يتجرع على ان يدخل راح ينفرم. وكمان عندي درع عندي حمايه اقدر احمي نفسي من. اوكي يا شباب شوف الضرب اوشت, شوف الضرب, شوف السرعه هذه تجلد كان من يكون, تقدر توصل بها ايش قد ما تريد بمود الاصل. شوفوا يا جماعه السرعه, شوفوا السرعه, مع الاسف موبايلي مو قوي جدا. اكو اجنبي سوى هاي الفكره بالضبط وطلعت مره خرافيه, فقلت ليش ما اشرح لكم اياها يعني بما اني اعرف هاي. بس الحين اتوقع كافي هاي السرعه جدا لانه هو خاف جوالي يحترق بسبب الدروبات, واتوقع راح يطلعني من اللعبه بسبب سرعه الضرب. بس لو جوالك كويس يعني احسن من جوالي تقدر تظل, وراح اطلع لكم لقطه من الاجنبي يعني عشان تعرف تفتهمون وش قاعد اقصد. اوكي يا شباب هنا الاجنبي ما شاء الله موبايل الارض. شوفوا فكرة انه شوفوا يجلد كان من يكون, شوف ما قاعد يلحقون وحوش طلعون الا هو قتلهم. فسلاح حركة مرة اسطورية. فاوكي يا شباب ننتقل للسلاح اللي بعده اللي يصير يعني عليه هذا الجلتش. اوكي يا شباب السلاح اللي يضبط اللي هو هذا العاب نارية, شوفوا خليته سريع شوف ايش راح يسوي. فد لحظة 3 2 1 قتلها 40 دمج بثانية واحدة. بس لحظة خلينا نخلص طلقنا لانه اوشن. شوف 100,000 قنبله. بس المهم هذا السلاح يصرف طلق بس عادي, ان الخدشات ذني كافيات على مود يجلدن البوس فما عندنا احنا اي مشكله. تعال شوف ساعه راح نجلده. بس شوف ادخل موت ايها الكلب. شوفوا الو هي از داين. الو شوفوا الجوال البيض خلال ثانية. المهم يعني وصلت الفكره. فاوكي يا شباب لهنا وصلنا نهايه المقطع, اتمنى استمتعتوا. خلي لايك واشترك بالقناه كون مشترك, فعل زر الجرس. طبعا هذا الجلتش يضبط
على سلاح يضبط بعد على الجزرايه بس خلاص تعبت جربت هواي اسلحه فاوكي وبس مع السلامه.